التعبير نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. التعريف العالمي لحرية التعبير هو الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني دون رقابة أو قيود حكومية، بشرط أن لا تتمثل طريقة ومضمون حرية التعبير ما يمكن اعتباره اعتداء على حرية الآخرين، وحدودها وضوابطها تنبع من الأفراد نفسها. حرية التعبير في العالم العربي يجب أن تكون مقيدة بالقوانين. المبدأ في ظاهره سليم، لكن عبارة كلمة تأويل كلمة قوانين هو تأشيرة مقننة للعودة إلى الاستبداد والقمع والمراقبة الشديدة لفائدة من يسن هذه القوانين. وخير مثال على ذلك في تونس في دستور سنة 59 و900 و1000 الحديث عن حرية التعبير ورد مصاحبا بعبارة في حدود ما يضبطه القانون، وهذا ما أدى إلى الاستبداد والقمع وسلب الحريات في الأنظمة البائدة. ثم إنني أحبذ إعادة صياغة الفكرة. حرية التعبير في العالم العربي يجب أن تكون منظمة، وهنا يجب التفريق بين كلمة منظمة ومقيدة. فمنظمة تعني قابلة للتحقيق والتطبيق بدون إشكال ولا تحدث نعرات أو مشاكل أو فتنة داخل المجتمع، وأما مقيدة فهي تعني مكبلة ومقموعة وبالتالي مسلوبة. شكراً.